راح نتكلم عن محاضرة بعنوان حقوق الموظف. الموظف مثل ما ذكرنا في محاضرات سابقة هو عنده واجبات، وإذا أخل بهذه الواجبات تفرض عليه عقوبات، ولكن بالمقابل الموظف يتمتع بحقوق. هذه الحقوق شرحنا لكم في محاضرات سابقة، قلنا لكم من خصائص القانون الإداري أنه غير مقنن، يعني هذه الحقوق ما موجودة فقط في تشريع واحد، ممكن تكون موجودة في قانون انضباط موظفي الدولة، ممكن تكون موجودة في قانون الخدمة المدنية، ممكن تكون موجودة في قانون الرواتب. حقوق الموظف تقسم إلى 3 حقوق، هي الحقوق المالية للموظف، أشرح لكم إياها على الباوربوينت. الحقوق المالية للموظف، وعندنا علاوة وترفيع وترقية، راح نتكلم عن العلاوة والترفيع والترقية، وراح نميزكم ما بين الترفيع والترقية، وعندنا الإجازات. الحقوق المالية للموظف، هذه الحقوق تقسم إلى الراتب و المخصصات. طبعا الموظف بمجرد انه يتعين يستحق الراتب من تاريخ المباشره، من تاريخ العمل الفعلي، ليس من تاريخ صدور امر التعيين. يعني انت تعين انت ب 1/1/2018 وباشرت بالشهر الثاني 1/2/2018، فتستحق الراتب من تاريخ المباشره الفعليه في العمل، ليس من تاريخ التعيين. الراتب ممكن تعريفه بأنه مبلغ من المال يتقاضاه الموظف شهريا. الراتب يكون شهري يتقاضاه الموظف من الإدارة مقابل عمله في الخدمة العامة. هذا التعريف بيانات المادة 16 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1990. بس ننبهكم على مسألة حتى يكون عندكم فكرة. بالنسبة للراتب عرفه قانون الخدمة المدنية، ولكن تحديد الراتب وكيف المبالغ المحددة بينا قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008. هذا القانون قسم الوظيفة إلى 10 درجات وظيفية. في الدرجة العاشرة بالستيب الأول هو يتعين الشخص اللي ما عنده شهادة. في الدرجة العاشرة الستيب الأخير يتعين الشخص اللي عنده شهادة ابتدائية، وهكذا. كل ما أنت الشهادة مالتك ارتفعت، كل ما الدرجة الوظيفية مالتك ارتفعت بالسلم الرواتب، وراتبك تبعا لهذا الترفيع أيضا راح يزيد. يعني مثلا أنت لو كنت بالدرجة العاشرة بدون شهادة تاخذ 140 ألف في الشهر كراتب أساسي، إذا كنت بالدرجة الثامنة وعندك شهادة ابتدائية ممكن تأخذ 240 ألف كراتب أساسي. فالراتب مثل ما قلنا مبلغ من المال يتقاضاه الموظف من الدولة مقابل القيام بعمل داخل الوظيفة، متى يستحقه؟ من تاريخ المباشرة بالوظيفة. أما المخصصات هي مبلغ أو مجموع مبالغ يتقاضاها الموظف شهريا او في الفترات تحدد القانون، وهي ما تكون مقطوعه او بنسبه معينه. فالمخصصات اللي تضاف الى الراتب عندنا ممكن تكون مقطوعه، يعني مثلا مخصصات اللي حددتها قانون رواتب موظفي الدوله اللي هي نقول عليها مثلا مخصصات النقل، اذا كنت انت ساكن في القريه او في المحافظه هاي تكون مقطوعه، عندك 60 ألف 50 ألف مصاريف النقل. أما المخصصات الشهادة لا، تكون بنسبة مئوية. مخصصات المنصب تكون بنسبة مئوية. فالمخصصات هي مبالغ مقطوعة، هذه المبالغ المقطوعة ممكن تكون بنسبة مئوية أو تكون بمبلغ مقطوع بغض النظر عن راتبك ودرجتك الوظيفية. من اللي يحدد الرواتب والمخصصات؟ قلنا قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008. نأتي على الحق الثاني من الحقوق اللي يتمتع بها الموظف أثناء الوظيفة،
العلاوة والترفيع والترقية. شو نقصد بالعلاوة وشو نقصد بالترفيع والترقية؟ العلاوة هي زيادة محددة تضاف إلى الراتب الشهري للموظف. نحن ذكرناكم قلنا لكم الموظف يقضى على نظام سلم وظيفي، إذا تكنت بالدرجة السابعة حتى تترقى تصير بالدرجة السادسة تحتاج 4 سنوات، هذه 4 سنوات تمارسها، في كل سنة تأتيك علاوة، فالعلاوة مبلغ مقطوع في سلم الرواتب للموظفين. أنت كنت في الدرجة السابعة تأخذ 700 ألف على سبيل المثال، عندما قضت السنة من الخدمة راح ترتفع ستيب واحد، هذا الارتفاع ممكن يجيك مبلغ 10 ألف 15 ألف، هذا المبلغ الارتفاع يسمى علاوة. فالعلاوة هي زيادة محددة بالضبط قد مبلغها تضاف إلى الراتب الشهري للموظف. أكيد طبعا إحنا قلنا الراتب الشهري للموظف عندنا راتب كلي اللي يشمل الراتب الاسمي والمخصصات وأيضا العلاوة. أما الترفيع هو يعني نقل الموظف من درجة وظيفية إلى درجة وظيفية أعلى منها، وأكيد إذا انتقل الموظف من درجة السابعة إلى الدرجة السادسة هذه العملية تسمى ترفيع. الموظف إذا انتقل من السابعة إلى السادسة أكيد الراتب مالته أيضا راح يزيد، راح يأخذ راتب الدرجة السادسة. ولكن الترفيع يجب أن يتوفر فيه شروط، أولا أنه هذه المدة اللي حددها القانون يستوفيها الموظف، ثانيا أن تكون هناك وظائف شاغرة حتى الرفع الموظف، فهي سلطة تقدير الإدارة، بمعنى أنه مو بانتهاء ال4 سنوات أنت تستحق ترفيع، إلا الإدارة إذا شافت أكو درجات وظيفية شاغرة أو وظائف شاغرة راح ترفعك للدرجة الأخرى. بالعراق المشرع العراقي في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام عندما تكلم عن شروط الترفيع ما ميز ما بين الترفيع والترقية، يعني أنا لو كنت موظف في الدرجة السابعة عندما أستوفي ال4 سنوات الخدمة اترفعت إلى الدرجة السادسة بالترفيع راح أترقى أيضا، يعني الترفيع بالعراق مرتبط بالترقية. أنا كنت رئيس قسم، عندما أترفع راح أصير على سبيل المثال عميد. فالترقية هي الكتاب يقول غير الترفيع، ولكن مو بالعراق، في مصر في فرنسا بس بالعراق مرتبطين مع بعض. فالترقية يعني من الموظف ينتقل من وظيفة إلى وظيفة أعلى من عندها في سلم التدرج الوظيفي للموظف. نأتي على الحق الآخر الثالث لي من حقوق الموظف هي الإجازات، والإجازات عديدة والكتاب ما كاتب عن إجازة العدة، أن تضيفوا له أيضا إجازة العدة للمرأة المتوفي عنها زوجها أو زوجها. الإجازات الاعتيادية نصت عليها المادة 43 من قانون الخدمة المدنية رقم 42 سنة 1960، قالت الموظف يستحق كل 10 أيام يوم إجازة وبراتب تام. يعني أنت لو كنت موظف في دوائر الدولة كل 10 أيام تستحق يوم إجازة، يعني بالشهر تستحق جد 3 أيام إجازة. ممكن إنه هذه الإجازات تتراكم، يعني أنت بالسنة تستحق تقريبا 32 يوم من خدمتك الفعلية، ممكن انه هذه الاجازات تتراكم تصل الى 180 يوم، يعني بال5 سنوات راح يصير 180 يوم. انت ممكن تاخذ اجازه بال5 سنوات اللي انت عملت بيها مدتها 120 يوم براتب تام، اما ما يزيد عن ذلك يعني انت عندك 180 يوم انت طولك 120 يوم براتب تام راح يبقى ايش قد؟ راح يبقى 60 يوم تضاف إلى الحقوق التقاعدية اللي تنحسب لك خدمة وتضاف إلى الحقوق التقاعدية. وأيضا ننوه أن هذه الإجازات الاعتيادية اللي يستحق الموظف هي سلطة تقدير الإدارة، ممكن الإدارة ترفضها بعد 6 شهور، ولكن إذا ما ممكن ترفضها أكثر من مرة واحدة، لأن يعني هو أيضا حق من الحقوق اللي يستحقها الموظف. الحق الآخر هي إجازة الحمل
والوضع، أكيد إجازة الحمل والوضع هاي إجازة محددة للموظفة، فالموظفة تستحق إجازة حمل الوضع. إجازة الحمل إيش قد؟ هي مجموع الإجازة الحمل الوضع 72 يوم، فالحمل 21 يوم والوضع 51 يوم. بعض المصادر أشارت إلى الوضع 52 يوم، أوكي هي يعني من تاريخ أخذ الإجازة، ولكن بالقانون إجازة الحمل 21 يوم وإجازة الوضع 52 يوم. بعض الأحيان الموظفة الحامل إنه عندما تروح، طبعا إجازة الحمل لا يجب أن يكون هناك تقرير من الطبيب إنه هي حامل ودخلت في مرحلة إنه بشهر التاسع ولازم تستحق إجازة حمل، ولكن بعض الأحيان الوضع يتأخر الوضع، فممكن إنه تستفاد من الإجازات الاعتيادية اللي عندها الموظفة ويكون براتب تام، فالحمل والإجازات الاعتيادية والوضع كلها براتب تام. النوع الثالث من الإجازات هي إجازة الأمومة، أيضا هذه إجازة الأمومة تكون للموظفة، فالموظفة بعد ما تأخذ إجازة حمل ووضع بعد الوضع تستحق إجازة أمومة. إجازة الأمومة إيش قد؟ هي السنة، الست شهور الأولى براتب تام والست شهور الثانية بنصف راتب، وإذا كان الجنين يعني التوأم تستحق إجازة سنة كاملة براتب تام. وإذا مثل ما قلنا لكم إجازة الحمل والوضع وإجازة الأمومة هي للموظفة. الإجازة المرضية هنا الموظف والموظفة، الموظف أكيد عندما يمارس عمله ممكن يصاب بمرض، فالموظف يستحق إجازة مرضية عن كل سنة 30 يوم براتب تام، عن كل سنة 30 يوم و45 يوم بنصف راتب. يعني الموظف قد ما يكون هناك مرض أصابه ممكن يأخذ راتب إجازة شهر. طبعا هاي الإجازة المرضية ما لها علاقة بالإجازة الاعتيادية، هاي إجازة بسبب مرض، يكون يأخذ شهر في السنة الواحدة براتب تام و45 يوم من نفس السنة بنصف راتب. ممكن أن تتراكم هذه الإجازات المرضية ويأخذ في كل مرة عن 21 يوم في كل حالة مرضية. وإذا كان الموظف مصاب بمرض من الأمراض المزمنة يأخذ إجازة مرضية براتب تام مدتها سنتين. أما إذا كان هذا المرض أقعده وما قدر يمارس عمله يأخذ 3 سنوات، وخلاف ذلك يحال إلى التقاعد يأخذ حقوقه التقاعدية. النوع الخامس الإجازة المصاحبة الزوجية، أيضا هاي للزوجة، إذا كان زوجها موظف أو مكلف بخدمة عامة خارج العراق ممكن تأخذ إجازة مصاحبة زوجية وتلتحق بزوجها. هنا كيف تحسب الإجازة؟ طبعا هي راح تكون عندها إجازات اعتيادية متراكمة، تأخذ الإجازة الاعتيادية المتراكمة 100 و120 يوم اللي هو 4 أشهر براتب تام. أما إذا زاد عن هذا المدة هي موجودة في الخارج راح يكون إجازة مالته بدون راتب، يحق لها تأخذ إجازة لكن تكون بدون راتب. وهذه الإجازة المصاحبة الزوجية تمنح لمرة واحدة، يعني إذا قطعتها الزوجة ما راح تستحقها مرة أخرى. النوع الآخر هو الحق الآخر هو الإجازات الدراسية، هي الإجازات الدراسية بالنسبة للموظف، الموظف إذا كان يحمل شهادة ابتدائية أو إعدادية ممكن إنه يأخذ إجازة دراسية ويكمل البكالوريوس، إذا كان عنده بكالوريوس يكمل دراسات عليا، ولكن يشترط في هذه الإجازة الدراسية إنه يمارس سنتين خدمة، أي إنه سنتين بعد الممارسة يلا يستحق هذه الإجازة الدراسية. أخيرا عندنا إجازة العدة، هذه إجازة استحق المرأة المتوفي عنها زوجها، وهي فترة العدة اللي هي 130 يوم براتب تام تستحق الزوجة المتوفي عنها زوجها. إن شاء الله تكون المحاضرة سهلة ووصلتكم بشكل دقيق.